توفيق. مبروك مبروك التوثيق يا سلطان. يعني تخيل وسع حسابه ولسه عم يحكي معي، فتخيلوا يعني قديش انسان. يبارك فيك. لك دقيقة، نحن سحبنا عم نسأل، قلت لهم قولوا لي شو بدكم الأسئلة وما جاوبتهم، ما سألتك. يلا حأطلع وأقرأ لك الأسئلة. أيمت أول مرة حبيت بحياتك؟ يقطع يقطع ايش؟ أيمت أول مرة حبيت بحياتك؟ ما قد حبيت. وسليم؟ لأني كذاب. أوكي، كم أخ عندك؟ 4. حلو. ليش سيلين حبت أبو طلق؟ أي سؤال فيه سيلين أسحب عليها. طيب يا جماعة، أسئلة السياسة شيلوها من عندي. شيلوها من عندي. الله يعز الدولة ويعز أبو سلمان. أبغى لا يبقى في واحدة بدها تتاكل معك. رابط السناب في البايو. صراحة أوكي. أوكي، مين شيماء؟ شيماء هاي وحدة تركية. اسم شيماء تركية؟ كيف اسم شيماء تركية؟ ايه زي سيلي نظامها. شو العلاقة بينك وبين دمت؟ دمت؟ دمت يعني جديدة في الساحة هذه. بدك؟ بالعافية بالعافية بالعافية. يعني حقيقة ما أدري كيف حلا ياكل حلا. أنا أقصد نفسي، أقصد أنا كيف آكل حلا؟ كيف تبغيني حلا وآكل حلا؟ ما أقدر. القم! يا جماعة بترضوا علي، ترضوا علي والله بالعافية والله من جد كيف حلا ياكل حلا؟ ما يصير. خلاص خلاص خلاص. ما طيب يا غزل تعال، إسلامي. كم أخت عندك؟ 8. ثمانية؟ أمزح. 2. 3. 3. يا أخي نحن عم نسألك أسئلة صريحة، مو مشان تمزح أو تكذب فيهم. ثلاثة ثلاثة. تحب بنت؟ 4. سلطان عندي سؤال مني. بتفكر تتزوج 4؟ والله إذا أوتيت القدرة والله ليش لا. والله يعني عادي عندك تحسها؟ والله عادي والله عادي، بس أهم شيء الرؤية. يعني لا، الجواب سياسي شوي. المفروض يعني أشوف إيش الوضع القائم بعد سنة سنتين ثلاث وعادي. وضع القائم تبع شو؟ يعني أشوف لوين إحنا بنتطور. يعني إحنا السعودية الآن كل مالها قاعدة تتطور تطور قوي، تطور اقتصادي، طيب بس شو دخل هذا الشيء بالزواج؟ نشوف هل الواحد يكون مقتدر ماديا، مقتدر في كل شيء ثاني. يعني برضو طيب أنا عم أقول لك، لو أنت مقتدر ماديا بتتزوج 4؟ تزوج 5 وطلق واحدة خير. ايه والله يا بنات الرجال مالون امان. ايه والله، ليش انت كاملة عشان ما حد يتزوج عليك الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ ليش اشترى على حل؟ فكرة ما دخل. ليش اشترى ايه حلو حلو حلو. لا لا حلو حلو حلو، خلينا نتناقش بهذا الموضوع. الشرع حل الأربعة بوقت كانوا الرجال يروحوا على الحرب ويموتوا، ولما يرجعوا الرجال مثلا لو رجع لنقول من القبيلة 500 من 1000، فمعناته في 500 أرملة، فمشان يصرفوا عليهم ويستروا عليهم وعلى أولادهم فكانوا يتزوجوا نسوان تانين لهذا السبب. هلا ما رح أقول لك إنه ممنوع إنه تتزوج أو هيك، لأنه هو موجود بالشرع، فما خص إنه إذا في حرب أو ما في حرب إنك ما تتزوج، لا. بس إذا بدك تتزوج 4، طالما أنت عم تقول إنه شرع حل الأربعة، بس قال إن إذا قدرتوا تعدلوا بينهم فيكم تتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، إذا قدرت تعدل. أنت هل رح أسألك يا سلطان سؤال بيحدد إذا أنت مع العادة، يعني مع الشريعة الإسلامية أم أنت ضد الشريعة الإسلامية، واللي هو السؤال
هل بتقلي إنك أربع بنات قدامك، أربع نسوان، كل واحدة حتحبها نفس الحب وحتعطيها نفس العطاء وحتحسلها نفس الشعور بكل شيء، حتى يعني كلياتهم حتحب شعرهم بنفس اللون، وكلياتهم يعني حتحب شعرهم بنفس المقدار، حتحب عيونهم بنفس المقدار؟ لا، دائما وحدة حتكون مميزة عندك على فكرة، حتحبها أكثر. فهذا ما اسمه عدل، وهذا ما اسمه مع الشريعة الإسلامية، فأنت هيك بتكون عم تعمل شيء حرام. وشكرا بنات، سقفولي بنات، سقفولي بنات، هذه سألتني وجاوبت وصحت. لا لا بنات سقفولي بنات، لو سمحت سلطان. هذا ايش فيها هذه؟ اوكي اسمعي اسمعي، اخذ الاولى واخذ الثانيه واخذ الثالثه واخذ الرابعه واحبهم كلهم واعدل بينهم كلهم واسوي لهم كلهم كل شيء، واهم شيء اني اعدل بينهم. يعني رح تعدل؟ راح اعدل بينهم يعني اذا في عدل فما رح نزعل، خلاص على راح. يا اخي هو حر صح ولا لا؟ ما مش طيب. بدي اسالك سؤال ثاني، هل تتزوجون كلهم من نفس جنسيتك ولا بتتزوج من جنسيتك وجنسيات اخرى؟ عادي على حسب، يعني شو على حسب، اذا كان عندنا، اذا كانت الدوله هذه مسموح اني انا اتزوج منهم في السعوديه عادي، لكن اذا كان مو مسموح بلشنا نفهم شوي. يعني هو الموضوع شوي اوكي اوكي تمام اوكي. وش قبيلتك؟ جنوبي جنوبي زهراء. انا حطيت فلتر بالغلط. فلتر ما شاء الله جمالك طبيعي. هاي بدون فلتر ولا هاي بدون فلتر؟ اتوقع هاي بدون فلتر صح؟ هذا بدون، هذا شلون نصيدها يا جماعه؟ ما تنصاد هذه، هذه انسان تصيد 2 مليون تصيدني الحين معهم ما اقدر. استنى، مين رحمه؟ مين رحمه؟ رحمه هذه واحده قست. اوكي طيب بدي اسالك يا سلطان من عندي، مين اقرب رفيق لك؟ صار هنا ساخن، في مشاركه، في مشاركه، تعال من هنا تفضل. هذا اخي، اخي سمع المداخله حقتك فقال لازم انا ارد عليها رد قاسي. تفضل تفضل ادخل 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 كذا عشان احط رجلي عليك. هذا اخي زياد. شكله شكله جاي يمسح فيني الارض صح؟ سمع موضوع التعدد الزوجات فجاء لب عينك يا امير، سلمت خش عليها. لا هي تتكلم عن العدل وما العدل، هي تقول لك كيف تتزوج الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، تحب كل واحده نفس المحبه. يعني هذا حبيت عيونها لازم تحب كل عيونهم، حبيت شكل هذه تحب شكل هذه، اعطيت هذه تعطيها. يعني انا عم بحكي له انا عم بحكي، حقول لك شو اسمه قلت لي؟ زياد. زياد عم قل له يا زياد انه انا ماني ضد حدا يتزوج اربعه، بالنهايه كل واحد حر، بس انا ضد انه الواحد يقول انه انا بتزوج اربعه لانه هيك الدين قالنا، بس كمان الدين قالنا بنشي تاني انه لازم تعدل بيناتهم صح ولا لا؟ فانا قلت له انت بتقدر تعدل بيناتهم؟ فقام قال لي انا بقدر اعدل. قلت له لو بتقدر تعدل خلص نحن كلياتنا معك وكلياتنا بنشجعك وانت حر بقرارك، بس لو ما بتقدر تعدل فهذا الشيء غلط. شيك خفتي هذا تكلمي، ما هو بشرط يعني اني احب نفس حب للثاني، عادي يكون في اختلاف في الحب لكن التعامل يكون واحد. هذا العدل يعني، مو مشكله يعني اني احب هذه اكثر من هذه عادي، لكن اتعامل معهم كلهم سوا. يعني انت كمان قررت تتزوج اكثر من وحده يا يا لا لا انا بعدين زياد قول الصراحه يا زياد خلص يعني. لا لا ما في بالي شيء ترى جوابنا يعني واحد، احنا عارفين شو نقول. ريسبكت برو. بعدين نسبة البنات أكثر من الإناث أكثر من الذكور يعني. فأنتوا هلأ جايين تحلوا المشاكل القومية تبع الكرة الأرضية صح؟ زياد وسلطان الله يكسر من أمثالكم يا أخي، الله يجعلكم ذخيرة للكرة آمين. الأرضية آمين. والله يا ورق عن شكلك.
طلع الولد متعلم متحدث. انت ما سمعتي صوته؟ تعال ادخل يا اخي بدل ادخل حم امك تعب. اسمع يمكن يمكن ضبطنا في اليوتيوب. اسمع غني غني يغني لك البرومو حقك ها الحلقه الجايه تفضل. ايش غني تورطني اي اغنيه اجيب لك اغنيه تقيم ترى صوت هي تقيم عندها خبره في يلا غني كل اصحابها مطربين. اسمع تع اعطيك انا غنيه ولا انت بتعرف شو بيني اعطيك تعرف عايش سعيد عايش سعيد اسمع يمكن ماني حافظ يلا يلا بيتي طيب من مثلك لب ندمتي سلم لي على كثير سلام وحب لي راسها صحة 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 يلا فوق بغني بارت قصير جدا إلنا تفضل مرة قصير يلا أهلا أوكي في واحد في مهند بيقول لك يا عم غني يلا يلا بس بارت بسيطة أنا من يوم فارقتك وأنا أنزف من صميم إحساس وأغني لك أغاني وناس تهديها هدايا الناس ولا أدري وين تسمعها وين اللي ما تجلس بس شيء بسيط كمل بتفهم انك المقصود اي والله لو صوتي كان حلو كنت كفيت لك بس خايف اغني يجي سلطان يطلعني من البيت اسمع الثاني اسمع الثاني وش الثاني انت جيتيني هديه بعد تستاهل والله تستاهل باسمها يا بعد ايش رايك وانا اهدي رتب الولد يا بعد من راح وش اسمه رندو رند 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 ايش yeah. اسمك يا بعد من راح ومن قام وقعد اللي ما قبلك ولا بعدك احد كنت انا وقلبي مع موعد غلط وانت اغلى من الوعد اسمع ايوه ايوه انت جيتيني رند من السماء وزان عمري يوم انا شفتك هنا وكل شي حبيته شفته بك اكيد انت عمري اللي تمنيت انا الله الله خلاص الاغنيه هذه لا تهدى خلاص ما بقى احد ما غني سؤال شو قال اذا سالوك شو الاغنيه كل ما طلع عندي اخليه يغنيها ويذكر اسم الشخص اللي موجود هو شو وقت قال اسمي شو الكلام انت جي عدها انت جيتي انت جيتيني رند من السماء وزان عمري يوم انا شفتك هنا وكل شي حبيته شفته بك اكيد انت عمري اللي تمنيت انا ايش رايك صوتك حلو احلى من صوت سلطان يلا يلا ميرسي قد لك شكرا صحة شكرا. يا جماعة شكرا 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 لك طيب أنا هذول اقتحموا بثي جيش بلال تعرفين بلال؟ ايه ماني فهماني من بلال جيش بلال هذا واحد من أصحابي تركي فإذا أرسل جيشه وما طلعته قست معاي يبندون البث من قوة ما جيشه عم تمزح ليش؟ جيشه كريه فهمتي؟ طيب هلا هنا سمعانينك عم تحكي هيك عنهم يدرون يحبه عشان كذا ما سووا له شيء يعني بليز يلا روح نو باند بليز نو باند لازم ارواضيهم طلع شوي بعدين ارجع
أوكي يلا. لكن أنت تعرفي على التيك توك مرة ثانية مع أصحابك وأنا برجع. أوكي ماشي يلا باي باي. أوفق إن شاء الله.